وقد جاءت أحاديث صحيحة في صحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبره، يعني سعد بن معاذ، فاحتبس، فلما خرج قيل: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: ضم سعد ضمه فدعوت الله فكشف عنه. فدل هذا على أنه كشف عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الرجل الصالح الذي فتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج عنه. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قلت وهذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه.